معمل عليكم في حاجة ليكم باش توريوها غرامكم وهباتكم باش تكونوا يد واحدة قلب واحد باش تدزوا الجمعية لاخر نقطة في احتفالية جامبي. الترجي الرياضي التاريخ، الترجي العراقة، الترجي الأمجاد، الترجي قصة رجال بنوا حصن منيع وقوي، الترجي جمهور عظيم، الترجي إنجازات خالدة وملاحم لا تنسى، الترجي الشيخ محليا والغول الترجي قارياً. باختصار الترجي باختصار من الزمن 100 سنة من الزمن. يا عدي بدري شنو هذا؟ يا بدري يا بدري 55 عليك. الترجي لا يزال يطارد الأمجاد، والفريسة هذه المرة هي الأغلى، هي الأقرب إلى قلوب الترجيين، كأس الأبطال. الرحلة كانت طويلة، الطريق لم تكن معبدة، لكن فريق باب سويقة نجح في تجاوز الجميع ووصل إلى خط النهاية. عند النهاية الترجي لم يجد منافس رياضي، فريق يلعب كرة قدم. في مصر وفي سفرة مباراة الأهلي في الإسكندرية اصطدم بعراقيل بالجملة، تعطيلات للوفد، مضايقات للجماهير، وحكم ظالم منحاز للفانيلا الحمراء، ونتيجة قاسية في النهاية. بالرغم من كل ذلك الترجي لن يسقط، الترجي قوي، الجميع لم يرضى بالمظلمة، تحركات من كل الأطراف، الجامعة اجتمعت على وجه السرعة وطلبت باستعادة حق الفريق، رئاسة الحكومة وقفت إلى جانب الأحمر والأصفر، ووزارة الداخلية على استعداد لتأمين كامل طاقة استيعاب ملعب رد، والجماهير تنتظر الحدث لزلزلة المدارج وقلب الطاولة على الفريق المصري. التاريخ أيضا إلى جانب الترجي، وربما أشهر ريمونتادا في تاريخ القارة كانت بإمضاء الترجيين. من ينسى سهرة مارس 2005 والخماسية في 20 دقيقة أمام هلال السودان؟ قائد تلك الملحمة هو نفسه من يقود كتيبة الترجي مساء الجمعة، معين الشعباني. السوداني وفرصة والهدف الرابع، الهدف الرابع لفائدة الترجي الرياضي التونسي، الهدف الرابع هدف الترشح، وفرحة لا توصف بالنسبة للاعبين. ومعين الشعباني يتمكن مرة أخرى من تحقيق الثنائية، هدف ثمين وثمين جدا. الترجي قوي وسيعود من بعيد، الفريق قادر على رفع التحدي
بذكريات المرحوم بلها في 94 وهاريسون أبول في 2011. أبول يطلق هاريسون هاريسون يسدد ليه 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 الهدف من أجل ثالثة يترجي من أجل مجد جديد يلا يا رجال